بدأت الأعمال الفعلية والتمارين التكتيكية المقررة في إطار التمرين الأمني المشترك أمن الخليج العربي واحد، فيما يعد خطوة متقدمة للأمام من شأنها تعزيز تبادل الخبرات وإجراء تدريبات مشتركة، خصوصا في ظل وحدة الهدف والمصير التي تجمع دول مجلس التعاون. التفاصيل في سياق التقرير. بدأ اليوم التمرين الأول في إطار التمرين الأمني المشترك أمن الخليج العربي واحد، والذي تستضيف مملكة البحرين دورته الأولى وسط مشاركات متميزة وفاعلة من وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون، فضلا عن أن القوات الأمنية المشتركة تتمتع بأعلى مستويات الاحترافية والتجهيز ومؤهلة لإجراء مثل هذه النوعية من التمارين الميدانية عالية الدقة والكفاءة. ولأن الفرضيات التي يعمل التمرين الأمني المشترك على تطبيقها تتفق مع مجمل التحديات والأخطار القائمة، فقد اعتمد التمرين على دراسة جيدة للموقع اقتضت في البداية تنفيذ أعمال استطلاعية ذات جودة عالية واستنادا إلى أسس علمية واستراتيجية محكمة. وبعد استطلاع الموقع جيدا من منظور استراتيجي ودراسة كافة المعطيات، انتقلت القوات الأمنية المشتركة إلى الميدان لتنفيذ عملياتها وتطبيق تعامل القوات مع مصادر التهديد وتنفيذ خطة الانتشار الأمني وقياس المدة الزمنية لذلك. وكانت أعمال التمرين قد بدأت بعدما اكتمل وصول القوات وأخذت استعداداتها النهائية، ومن المقرر أن يستمر التمرين حوالي 3 أسابيع تحقيقا لسلسلة من الأهداف، في مقدمتها تعزيز الجانب الأمني بين القطاعات الأمنية المشتركة لدول مجلس التعاون من حيث التخطيط وتوحيد المفاهيم ومواجهة التحديات والمخاطر. وللحديث حول هذا الموضوع يسرنا يكون معنا عبر الهاتف العميد الدكتور عبد الله أحمد آل علي، رئيس فريق الإسناد الإداري بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. مساء الخير سيادة العميد، وبداية، إلى أي مدى تعولون على أهمية هذه التمارين في رفع الجاهزية الأمنية؟ مساكم الله بالخير. مساء الخير. الحقيقة أن التظاهر الأمنية ننظر له نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال مشاركة وزارة الداخلية أشقائنا في دول مجلس التعاون، تمرين أمن الخليج العربي واحد الحقيقة هو فرصة مناسبة جدا لتحقيق التجانس والتكامل الأمني وتطوير المقدرات في مجال الأمن الداخلي. نعم. الحقيقة أن هذه التظاهرة الأمنية هي جاءت تتويجا لمرحلة تخطيط سابقة تم مناقشتها وتم استعراضها من خلال منظومة دول مجلس التعاون ومن خلال اللجان التنسيقية. التمرين هو رسالة واضحة جدا للمجتمع الدولي أن دول مجلس التعاون قادر على حفاظها على الأمن الداخلي. نعم. وإبراز الصورة الرادعة أن دول مجلس التعاون قادرة لتحقيق المزيد من الازدهار والتقدم الاقتصادي تحت هذا الغطاء الأمني المرتكز على هذه المنظومة الأمنية. نعم. نعم. سيادة العميد، كيف سيسهم هذا التمرين أمن الخليج العربي واحد في إرساء الآليات التنظيمية للتمارين القادمة؟ الفعالية الأمنية تمرين أمن الخليج العربي واحد هو لبناء أساس عملياتي لتنفيذ كافة الواجبات والمهام الأمنية. صحيح أن دورة العمل الأمني سترتكز على دول مجلس التعاون، هذا سيعطي الفرصة المؤاتية للانتقال في بيئات جغرافية مختلفة، نقل المعارف، توحيد المفاهيم، كل ذلك الحقيقة سيحقق قيمة مضافة ذات بعد أمني داخلي. بلا شك أن هذا سينعكس على الجانب المهاري لقوة الأمن الداخلي لمجلس التعاون. طبعا عملية التنسيق والتكامل الأمني وتعزيز المعارف والخبرات وتطوير القدرات لقوة الشرطة والأمن، بلا شك أن ستستطيع دول مجلس التعاون من خلال
تكوين وحدات الأمن الداخلي القدرة على مواجهة كافة أنواع ومهددات الأمن الداخلي وكافة أساليب الإرهاب التي نلاحظها الآن في النطاق الإقليمي. نعم. العميد الدكتور عبد الله أحمد آل علي، رئيس فريق الإسناد الإداري بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، شكرا جزيلا.